السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا كما راكم تشوفوا خوتنا حصريا يعني قبل 48 ساعه عن ملاقات شبيبه الثوره، يعني مباراه شبيبه القبائل ضد شبيبه الثوره. عناصر شبيبه القبائل تستأنف تدريباتها عشية الخميس، يعني ثاني عيد عشية الخميس كما راكم تشوفوا في الصور صورة بوخنشوش، وعندنا بزاف العديد من اللاعبين بملحق فندق ارفي قبل الطيران الى بشار. يعني عندنا بو عالية، كاين نايت سالم، عندنا نشاط حديد بوخنشوش. تحضروا وتدربوا الجميع، يراهن على نتيجة إيجابية عشية يوم السبت إن شاء الله. والله صراحة صورة معبرة جدا ورائعة، يعني في لحظات العيد، يعني تاني عيد يوم تاني عيد وهما راهم قاعدين يدربوا قاعدين يبريباري، وخلاو الديار تاعهم، خلاو الاهل تاعهم، خلاو الناس معيدين فاميلتهم وكل شيء، وراهم قاعدين يحضروا قاعدين يبريباري والمباراة شبيبة الثورة. اللي نتمنوا لهم ان شاء الله يا ربي كل التوفيق من كل قلوبنا، ندعو لهم ربي ان شاء الله يوفقهم، وكذلك المدرب بوزيدي نتمنوا له ان شاء الله كل التوفيق يا ربي مع شبيبه القبائل. ماذا بينا ما تنساوش ديروا لنا لايك على الفيديو، ابونيو في القناه وتبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله الميساج الكامل لسيبورتير وجمهور شبيبه القبائل. وما تنساوش كذلك تخليوا لنا الاراء تاعكم في التعليقات، الاراء تاعكم تهمنا بزاف. ما رأيكم في المباراة تاع شبيبة القبائل ضد شبيبة الثورة؟ توقعات نتاعكم تاع النتيجة شحال راح تكون؟ ماذا بينا ان شاء الله تخليوها لنا في التعليقات هكا باش نعرفوا توقعات تاع جمهور شبيبة القبائل. ولا تنسوا دعم هذه القناة جياسكا اخبار، وكذلك الانتقال الى القناة الاولى جياسكا اخبار تيفي، رانا قاعدين نتلقوا فيها في الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تزوروها وتشوفوا.